السلام عليكم. اليوم نعرفكم بخط السكك الحديدية، الرابط بين بوكزول والأغواط مرورا بالجلفة، ولاية الجلفة. إذن نتفضل ونشوف هذا الفيديو الرائع عن هذا المشروع الهام جدا. إذن فلنتابع، والسلام عليكم. القطار الجديد بوكزول الجلفة الأغواط يدخل حيز الخدمة بداية من 30 أكتوبر 2023، يربط ولايات المدية والجلفة والأغواط عبر 6 محطات. محطة بوكزول بولاية المدية، محطات عين والسارة حاسي بحبح، ومحطة الجلفة بولاية الجلفة، محطة سيدي مخلوف، ومحطة الأغواط بولاية الأغواط. رحلة صباحية على الساعة 5:10 صباحا انطلاقا من محطة بوكزول باتجاه محطة الأغواط مرورا بمحطة الجلفة، ورحلة مسائية انطلاقا من محطة الأغواط باتجاه محطة بوكزول مرورا بمحطة الجلفة على الساعة 4:10 مساء، ليصل إلى بوكزول على الساعة 6:39 مساء، أين يمكنكم استئناف رحلاتكم نحو وجهاتكم عبر قطار تسمسيد برج بعرريج أو من خلال وسائل النقل الأخرى. كما يمكنكم التنقل بين ولايتي الجلفة والأغواط عبر رحلتين إضافيتين حسب البرنامج التالي. انطلاقا من محطة الأغواط باتجاه محطة الجلفة، رحلة على الساعة 9 صباحا وأخرى على منتصف النهار و45 دقيقة، الإياب انطلاقا من محطة الجلفة باتجاه محطة الأغواط، رحلة على الساعة 11 صباحا وأخرى على الساعة 32 دقيقة بعد الزوال. القطار في خدمتكم، حافظوا عليه.